السلام عليكم، معكم أيمن عيسى نيهاو. اليوم حابب أحكي معاكم عن الدراسة بالصين من حيث تكاليف الدراسة، مصاريف الحياة للطالب، وبعض المشاكل اللي ممكن يواجهها الطالب أثناء دراسته في الصين. أنا بدرس في مدينة داليان في شمال الصين، إقليم ليونين. بدرس تخصص محاسبة مالية، درجة دكتوراه في جامعة دونباي. مدينة داليان بشكل عام تتمتع بجو جميل جدا، وهي تعد من أفضل المدن الصينية بالنسبة للصينيين لقضاء عطلة الصيف، لأنها بتتميز بشاطئ حلو كتير وجو رائع خاصة في فصل الصيف، والتلوث فيها مقارنة مع المدن الثانية أقل بكتير. وهذا أحلى مكان ممكن من خلاله أكشف جامعة دونباي. جامعتي هي جامعة متخصصة بالعلوم الإدارية والمصرفية بشكل عام، لكن مدينة داليان فيها جامعات كثيرة. فيها جامعة الليغون اللي هي جامعة فيها تخصصات هندسية وعلمية، وجامعة الخايشة هي كذلك مختصة بالعلوم البحرية وبالهندسة بأنواعها، وفي الجامعة الطبية، وفي جامعة اللغات. لو بدنا نقارنها مع دولة زي ماليزيا، هتكون أغلى نسبيا، تقريبا أغلى من الدراسة بماليزيا. لكن مع ذلك في إقبال شديد على الدراسة بالصين، خاصة للطلاب والشباب اللي بيحبوا يدرسوا الأدب الصيني واللغة الصينية. الصين تقريبا فيها 400,000 طالب أجنبي، بهيك بتكون الصين تقريبا هي ثالث دولة في العالم من حيث استقطاب وجذب الطلبة الأجانب بعد أمريكا وبريطانيا. من المشاكل اللي ممكن يواجهها الطالب أثناء دراسته في الصين، هاي أنا ما ذكرتها في الفيديو السابق للأسف لأنه نسيتها، مشكلة اللغة. حتى لو كنت أنت بتدرس باللغة الإنجليزية، لابد من معرفة شوية أساسيات باللغة الصينية، لأنه الشعب الصيني بشكل عام لا يتحدث اللغة الإنجليزية. المشكلة الثانية اللي حابب أتكلم عنها اللي هي الطالب في حالة إذا كان متزوج وعنده أطفال وحابب يجيب عائلته على الصين، المشكلة اللي هيواجهها اللي هو إيجاد مدارس لتعليم أطفاله. لكن في داليان في أمامه ثلاث خيارات. الخيار الأول اللي هو التعليم عن بعد، في مدارس عربية موجودة ليبية وسعودية بتعلم باللغة العربية عن طريق الإنترنت، وفترة الامتحانات ممكن يسافر على العاصمة بكين ويقدم امتحانات لأولاده. الخيار الثاني اللي هو المدارس الصينية، لكن المشكلة هتكون باللغة، اللغة هتكون باللغة الصينية طبعا مش باللغة الإنجليزية. الخيار الثالث اللي هو المدارس الأمريكية، لكن هاي من مساوئها انه تكلفتها عالية كتير. والآن هعرض لكم المصاريف اللي بتلزم الطالب أثناء دراسته في الصين بأرقام تقديرية، وللي بده معلومات أكثر بخصوص الموضوع هاد يشوف حلقة صورتها سابقا بعنوان تكلفة الحياة في الصين.